بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومساء الخير جميعا في هذه الليلة الشعرية الندية. أنا دائما يعني أسعد بتواجدي في مركز عبد الرحمن كانو، وهذه الليلة أيضا من الليالي المميزة، وهي ليلة يضع فيها المركز أديبا ومبدعا بحرينيا في دائرة الضوء. وأنا شخصيا أعتبر أن هذه الفعاليات من المهام الوطنية التي تقوم بها الفعاليات والمراكز الثقافية، فدور المثقف ودور الجهات الثقافية أن هي تعمل على نشر الثقافة المحلية وإبرازها وإشاعتها وتعريف الآخرين بها، في ظل اللي احنا ساعات نرى لتقاعس الجهات الرسمية عن أداء هذا الدور. فالبحرين زاخرة بالمواهب وزاخرة بالمبدعين وزاخرة بالحركة الفنية والأدبية والإبداعية التي تحتاج فقط تسليط الضوء عليها. وأديبنا اليوم شاعرنا هو شاعر مميز ومعروف، وشاعر ذو لغة عذبة ورقراقة وسلسة. شاعرنا اليوم الذي نحتفي به والذي نسعد بتقديم قراءات نقدية من قبل أساتذة ومختصين في النقد، لهم باع ولهم بصمة أيضا في حركة الإبداع البحرينية، شاعرنا الليلة هو الأستاذ سليم عبد الرؤوف محمد. وشاعرنا غني عن التعريف، ولكن نعطي بعضا عن سيرته الذاتية. هو من مواليد 1958، ويعمل حاليا رئيس قسم المطبوعات بإدارة وسائل الإعلام بوزارة الإعلام، وله العديد، قدم العديد من الأمسيات الشعرية والثقافية، ولديه العديد من العضويات، فهو عضو هيئة تحرير مجلة البحرين الثقافية من سنة تأسيسها عام 1997، وعضو هيئة تحرير كتاب المحرق محافظة المحرق، وعمل مجموعة دورات في علم العروض، ومتخصص جدا في علم العروض، عمل مجموعة دورات في علم العروض بجامعة الشعر الشعبي، وله مجموعة من النصوص الغنائية التي غناها بعض المطربين. من مؤلفاته مرثية إبليس، وهو ديوان شعر صدر عام 1992، وديوان يا بنفسج وهو الشعر بالعامية صدر عن دار فراديس عام 2006، وله كتاب في موسيقى الشعر بعنوان موسيقى الشعر اللون مقابل المصطلح، وهو دراسة في العروض صدر عام 2010، وديوانه الأخير عاصمة العيون صدر عام 2004. ولتسليط الضوء ولإضاءة نصوص شاعرنا، مع أنا بين اثنين من النقاد المبدعين في البحرين، الدكتور عبد الحميد المحاتين والدكتور خليفة بن عربي. نبدأ بقراءة لدكتورنا وأستاذنا الدكتور عبد الحميد المحادين، وهو طبعا أستاذ الجميع وغني عن التعريف، من مواليد مدينة الكرك، حصل على ليسانس في الآداب من جامعة بيروت العربية بلبنان عام 72، ثم حصل على دبلوم في الدراسات الإسلامية من جامعة القاهرة، وبعد ذلك شهادة في الدبلوم العالي في الأدب العربي من الجامعة نفسها. حصل على شهادة الماجستير من جامعة البحرين عام 97، وحصل على الدكتوراه في النقد الأدبي أي من جامعة القاهرة عام 2001. طبعا يعني دكتور عبد الحميد المحادين من البصمات الواضحة في الحركة الأدبية والفكرية والنقدية في البحرين، يعني شارك في مسيرة العديد من المطبوعات والجرائد والصحف البحرينية، يعني نذكرها هلوم، يعني مجرد الذكر مجلة المسيرة ومجلة صدى الأسبوع ومجلة بانوراما والبحرين الثقافية والعديد من المجلات. طبعا له العديد من المؤلفات، رؤية في الظل ونوافذ ورومانسية الصخر، بعضها بالاشتراك مع مجموعة من المؤلفين. له كتاب التقنيات السردية في روايات عبد الرحمن منيف، وكتاب جدلية المكان والزمان والإنسان في الرواية الخليجية، وكتاب من الكرك إلى المحرق، وكتاب الهداية رجال وآفاق، وكتاب رجال كانوا هنا، وكتاب أوراق من دفتر التعليم، وأخيرا كتاب الخروج من العتمة 50 عاما لاستشراف الأفق
مسيرة التعليم في البحرين. أستاذنا الدكتور عبد الحميد المعهدي سوف يقدم لنا انطباعاته حول شاعرنا لهذه الليلة الأستاذ سليم عبد الرؤوف، فليتفضل دكتور عبد الحميد. الله يمشيكم بالخير. أولا أشكر الأخت انتصار على هذه المقدمة التي تجعلني في كل مرة أواجه حرجا في أن يحس أنه يقال عني أكثر مما أنا، وشكرا لها فقد كأنها وضعتني في هذا الحرج. لست إلا مجتهدا بسيطا حاولت أن أكتب ما أحسه، وهذا ما كان. لست أزعم أنني فتح مبين في الأدب أو في الدراسات أو حتى في الشعر، رغم أني أكتب الشعر. وبالتالي أشكرها أيضا أن ألقت أضواء ساطعة على تجارب ربما أنا لست كثير الإعجاب بها. عندما هاتفني أخي الدكتور خليفة بن عربي وقال لي نريدك أن تتحدث عن تجربة سليم عبد الرؤوف الشعرية، وقال لي إن المتحدثين ثلاثة، أنت والدكتور رضياء الكعبي والأخ الدكتور خليفة، ولذا أنذرني بأن الوقت المتاح لي لا يتعدى ربع ساعة، و الإنسان عندما يطلب إليه أن يختصر ما يقول يحتاج جهدا أكثر مما أن يترك له الحبل على الغارب فيتكلم ويشرق ويغرب إلى أن يزعج المستمعين أولا ويمللهم ثانيا ثم يحمدون الله إن سكت ثالثا. والإحراج الثاني أو المشكلة الثانية أن يتحدث عن سليم عبد الرؤوف، وهذا الشاب صديق قديم جدا من زمان الهداية الخليفية، وهذا الزمن يكاد يكون في القرن التاسع عشر، وكنت أتابع تجربته وأتابع شخصه أيضا. ثم مضت من الأيام والتقيته زميلا عزيزا في هيئة تحرير مجلة البحرين الثقافية التي شرفنا بالعمل بها تحت قيادة أبو إبراهيم الأخ خليل الدوالي، وأصدرنا منها أعدادا كثيرة، وكانت بلا شك إضافة للصحافة البحرينية. وافترقنا، ثم عاودتنا الظروف أعضاء في لجنة التقييم المطبوعات في وزارة الإعلام، وعملنا أيضا مع بعض، وكنا نتبادل الحديث وأسمعه ونتحدث، وأتحفني في كل مرة بأن يهديني نسخة من كتابي من كتبه، فله كتب بالشعر بالعامية وله كتب كثيرة بالفصحى. وبعد ذلك تكاد نكون افترقنا قليلا، وها نحن نعاود على في هذا المكان الطيب، المكان الذي يحتضن المثقفين ويتيح لهم أن يقولوا وبحرية ما يشاءون، وهذا يحمد لبدنها كان ثقافيا. وللأخ علي عبد الله خليفة،
الأب الروحي لهذا المنطقة. شكرا. ولأني أعطيت من التعليمات أنني لن أتجاوز ربع ساعة إلا قليلا، فقد كتبت انطباعات وليست عن كل تجربة سليمة، بل الذي جذبني هو كتابه أو ديوانه عاصمة العيون، وهو ديوان من الغلاف لا تستطيع أن تقاوم القراءة فيه، سيما وأنها ما دام يتحدث عن العيون فمعنى ذلك هو بالتأكيد لا يتحدث عن عيون الرجال، وإنما يتحدث عن عيون الحبيبات والنساء، وهذا يغري أن نقرأ معه لعلنا نقتبس من علاقاته بتلك العيون الشيء الذي يضيء لنا طريقنا، وإن كنت في زمن ما هذا الضوء ينفع. تجاوزنا الإضاءات والعيون وغير العيون، وأصبحنا الآن يعني نقول يا الله السلام. ولذلك كتبت ما كتبت هي انطباعات، وحاولت أن أجد عنوانا لهذه الكلمات التي سأقولها، ولم أجد سوى أن أربط بينها وبين الأخ سليم عبد الرؤوف وديوان شعره الأنيق عاصمة العيون. وهناك آليات أو آليات آسف مختلفة ومتعددة لمقاربة نص من النصوص أو ديوان شعر أو قصيدة أو أي ملمح إبداعي من خلال اللغة. هناك ثلاثة أضلاع لهذا المثلث. إذا أردت أن تقرأ ديوان الشعر فإما أن تبدأ بالديوان وتذهب إلى الكاتب الشاعر، وإن كنت تعرف الشاعر معرفة دقيقة كشأني مع أخي سليم فأنا أبدأ بسليم وأتجه إلى شعره، ويعينني وتعينني معرفتي به على أن أفهم ما يقول، وبالتالي أبدأ به وأنهي بالقصيدة. وإن كنت تواجه نصا تريد أن تغوص في قاع هذا النص فعليك أن تقتل المؤلف، ومعروف أن في نظرية في الأدب النقد الغربي اسمها موت المؤلف، أي أنك تمسك بالنص ولا تتحدث عن النص إلا من خلال هذا النص، فتحلله وتركبه وتبنينه وتستطيع أن تفعل به ما شئت، ولا تتحدث عن كاتبه إطلاقا، ولا تتحدث عما آل إليه النص في القراء وفي الثقافة. وأنا أستطيع أن أزعم أننا عندما نتحدث عن الشاعر مقدمة للنص إننا نقارب النص بنقد، إذا كان شعرا بنقد ليس شعري. إذا تحدثنا عن الشاعر وقرأنا في النص فهذا الربط بين الشاعر ونصه يعتبر مخالفة، لا يجوز، أن لأنه آلية الربط بين الشاعر والنص كأنك تناولت النص بأدوات ليست نصية وليست شعرية. وإذا أردت أن تتعرف من خلال النص على الشاعر فتلك تكون أنكى، فأنت تبدأ بالنص وتبحث عن الشاعر وترى ماذا قال وكيف ومن هو، وهذا يعني أيضا أننا خن النص، فالأول خيانة للنص والثاني خيانة للنص، ولكنها خيانة مفيدة لأننا في الدرس الأدبي
دائما نربط الشعر بالأحداث الاجتماعية، ونربط الشعر بالحركات السياسية، ونربط الشعر بقراءة التاريخ، وإن كانت كلها خيانة للشعر. ولذلك إن كنت على معرفة عميقة وشاملة بالشاعر لا تستطيع أن تبدأ إلا بالشاعر، وتذهب إلى شعره ويعينك على تلمس خصائصه معرفتك بقائده. وهذه أول خيانة أقترفها بالنسبة للشعر سليم. وأنني أشعر أنني ملم بالصديق سليم، حيث أنني أعرفه عن قرب منذ سنوات عديدة، وقد تزاملت معه في أكثر من لجنة من لجان العمل، منذ مجلة البحرين الثقافية إلى لجنة إجازة النشور في وزارة الإعلام. ومن هنا كنا زميلين وصديقين، وكنت أسمع آراءه ومحاوراته، ويتكون لدي أمشاج من شخصية هذه الأمشاج التي لم أستطع استبعادها حين كنت أقرأ بعض أشعاره. ولأنني كنت سأتحدث هنا لبضع دقائق، وقد أتجاوز البضع لأنها من إلى عشرة إلى بضع آخر، عن سليم عبد الرؤوف، اخترت أن أقرأ عاصمة العيون لأقول فيها كلمة سريعة لا أظنها تغني عن قراءة هذا الديوان الأمين، والذي كلما قرأت به قصيدة كنت أستحضر الزميل والصديق سليم. كلنا نعرف الصديق سليم عبد الرؤوف، ذلك الشاب الخجول المهذب ذو الصوت المنخفض والبادي الأدب واللياقة بكل ما تعنيه. وعند قراءة أشعاره تجده هناك بكل هذه السمات، وتجد أن روح الأشعار التي يكتبها هي دليل على روحه هو. قالوا أسلوب الرجل هو الرجل نفسه، وأقول شعر سليم هو سليم النفس. أرجو أن تكونوا تعلمون أن الصديق سليم عبد الرؤوف خزانة من خزانات الشعر العربي. في عصوره القديمة والوسيطة والحديثة هو مهتم بهذا الشعر، متذوق قارئ لشروحه، ونعرف فوق ذلك أنه يقتني في بيته عددا لا حصر له من دواوين الشعر العربي. ولأنه قارئ لهذا الشعر ولا يحتفظ بالدواوين جزافا، بل هو يقرأ فيها ويلم بخصائص أصحابها، ويلتقط بدقة هذه اللغة الشعرية التي استطاب الشعراء العرب في كافة العصور أن يؤصلوا بها بنيانهم الشعري. وكان سليم يلم بذلك بكثير أو قليل من العناية، مما منحه ذائقة شعرية عميقة وجميلة. وقد اكتنفت تلك الذائقة هذه اللغة التي تتنوع من شاعر إلى شاعر، وهو إذ يقرأ فيها استطاع أن يستزرع في ذاكرته هذه اللغة الشعرية، يتدرب إلى حد الإتقان كيف تستعمل اللغة في الشعر، وكيف يجعل الشاعر من هذه الحصائد اللغوية قصائد جميلة تلبي ما يريد هو أن يقوله وما يتجه للتعبير عنه. وهذا جعل اختياراته ذات دلالات رائعة ورائقة. وفي عاصمة العيون الذي اتخذته نموذجا لشعر سليم، ومقاربة هذا الديوان تعني تلمس خصائصه كنص، ومن الخارج دون الذهاب بعيدا إلى ما وراء، وهذا يجعل التركيز
على الجانب اللغوي والبنائي والإيقاعي لملاحظة الألفاظ في سياقها وتقاطعاتها الأفقية والعمودية. ونحن نعرف في النظريات النقدية الغربية كان ويمكن العربية أيضا في النقد الأيام في أوجه كانت يتم التركيز على اللغة في خطها الأفقي وعلى اللغة في خطها العمودي، وهنا تتفجر أشياء نقدية هائلة. وكلنا يعلم أن الشعر صيغة معقدة لا تثبت مكوناتها حتى عند الشاعر الواحد، فالشاعر الواحد أيضا ليس متوحدا في شكل واحد، فما بالك الشعراء، بل تتنوع حتى في القصيدة الواحدة. الشعر حالة يحكم عليها بحالة مقابلة، وهكذا يمكن أن تقرأ الأشعار. كيف قال ما قال؟ وما ظواهر هذا القول؟ وما مفاصله؟ ومن المتاهات أن نتجاوز ظاهر القول إلى أسراره الخفية. ليس للقارئ أن يذهب إلى أسرار الشعر ويتأول ويذهب ويؤول ويحمل الأشياء ما لا تحتمل، يقرأ فيستمتع ويتذوق. ولوميتر الفرنسي قال أن النقد الانطباعي هو أعلى مراحل النقد، فنحن نقرأ ونفهم، وإذا فهمنا نتذوق، وإذا تذوقنا نستطيع أن نصدر الأحكام. والشعر ألفاظ وسياقات وجمل وتبادلات في الإسناد، له ظاهر وباطن. ومن ملامح هذه الأشعار الظاهرية المعتمدة على البناء اللغوي والصياغة المعاني، هذه اللغة الغنية بطاقاتها وهي حصيلة الثروة اللفظية التي استجمعها سليم بشكل بارز. يترقرق في شعر سليم ملامح دالة وكأنها صناعة في الصياغة والموسيقى اللفظية. ومن هنا نتحدث عن بعض ما يترقرق في شعره في ديوان عاصمة العيون. يدور موضوع هذا الديوان وهذه إشارة إلى وحدة بارزة فيه، إنه الغزل. والغزل شعر تتحداه الثنائية في المقاصد، ولا يتوافق الشعراء كل الشعراء على نهج واحد في غزله. إنه تعبير عن هذه الحالة، وأعني كل موضوعات الغزل وهي الحب. ولسليم قدرة على التوافق مع نفسه على الأقل، فهو يجمع كل مكونات الرقة في أعلى حالاتها في المرأة. يصنع من أجنحة الفراشات وهمسات القلب وينسج من خيوطها غزلياته الرقيقة أيضا. والشعر الغزلي دائما استكشافات من خلال رحلة رائقة عذبة ملأة بالمفاجآت والأسئلة. وأحيانا إن الشاعر الغزلي كمن يبني بيوتا من الرمل، يتلذذ ببنائها ثم يتلذذ بإحالة يده فوقها وإعادتها إلى أصلها. هذا هو الغزل، شيء جميل ثم سرعان ما يجيل يده فوقها وتختبئ كل بيوت الرمل الجميلة. الشاعر هنا يرق فوق ما هو رقيق في تكوينه في حضرة الحبيبة، ويعينه على ذلك غزارة الصور والمعاني التي برع في انتقائها. وله في اللغة الشعرية مختارات هائلة، ولغته سليمة البناء، ولأن المرأة هي موضوع أساسي في هذا الشعر فقد اختزل كل مظاهر الجمال المحتملة في المرأة
وبنى منها هذا الديوان العتيق. ولنقترب من الديوان مباشرة بدل هذه التنظيرات المملة. سأقتصر على ملامح راقت لي وأنا أقرأ الديوان وتلذذت بقراءتها دون أن أشد نفسي في تحليل ما جرى. عليه النقاد من التحليل العميق في قاع النص وابتداءاته. ولأن الشعر يقدم للقارئ وللسامع نفسه من خلال اللغة أولا ثم تجيء التعقيدات بعد ذلك. يمتاز شعر سليم بملمح من ملامحه بثنائيات. وبرع الشاعر في صياغة الثنائيات مما يترك أثرا موسيقيا لدى المتلقي، وهذا سر الإيقاع الجميل في شعر سليم عبد الرؤوف من الأسرار الأخرى التي سنعرض لها. كلماتي في الهوى بنت أبيها، هي مني وأنا منها وفيها، صدقيني أنها قد ورثت غدرها من أمها لا من أبيها. وقوله غنيت في فجر الهوى وضحاه، وجعلت قلبي أمه وأباه، أبكي على القلب الذي سميته قيسا فخاب الظن في الليلة. وله لسليم في اجتراح الإيقاع قدرة فائقة هي من أبرز مزاياه. والإيقاع يتولد من كثير من الحالات اللغوية وأبرزها الجناس والطباق والاقتباس الموحي من النصوص المألوفة. إن اللغة هي الثوب الذي تلتف فيه القصيدة وتختفي خلفه كل مفاتنها. وسأكتفي بقراءة أبيات حافلة بالجناس والطباق والإيحاءات التي هي من الشعر في أعلى مزاياه، وسأترك لكم حرية التلذذ بهذه الإيقاعات اللفظية والإيحاءات في المعنى والخيال. ويقول وكفت قوتا وياقوتا وخمرا ومعاشا. لاحظ قوت وياقوت. وإذا ومن التضادات الموحية وإذا ما حان هجرك لي فسيبكيني من الضحك. وقوله لم تلهم المدن الجميلة كلها ما ألهمت حركاتها وسكونها. أي وقاع ظاهري هام في هذه التجربة يتجلى في هذه الثنائيات. زعمت حسنك لم يولد ولم يلد، فخانك الوهم يا أسطورة البلد. ويمنح الكلمة الواحدة معنيين في ذات الوقت. فيا وردة خاصمت نفسي لأجل خصمي. ولا كلمة أخرى متابعني؟ وأبكيت نصفي من هواها على نصفي. ومن أجمل ما يرد في إيقاعاته الجمع بين النفي والتساؤل والإثبات، وهو من التضادات أحيانا. أحاول أن أفوز فهل أفوز؟ ويجيد الشاعر التعالق بين الألفاظ مما يوجد إيقاعا لذيذا، فهو يعالق بين الأغلى والأغنى وحبيبك
يمتلك الأغلى فتباهى لأغنى ثروتي. الأغلى والأغنى لأغنى ثروتي. وكقوله: قد أضفنا لسحر الليل نكهته فقال كن سمرا يا أيها السحر. وقد يذهب الشاعر إلى إسقاطات من محفوظات التراث ويصوغها بأكمل ما يمكن أن تصاغ: أحبيني لأبدع في الأغاني وأكمل عقد فاتنة الفريدة. وبقي ملمحان لا أحسب إلا أنني معجب بهما وأقرأ فيهما لعلكم تشاركونني هذا الإعجاب، فهو يخالف قانون القول فيقول: ثم اقرئيني من يائي إلى ألفي لتبدأي بي أخيرا لا لتنهيني. فكرة مبتكرة جدا وصورة تحسب له في هذا الكلام. وأعتقد أننا كدنا نصل إلى نهاية المطاف، وأنني هنا أستطيع أن أقول إن في نقطة جوهرية أبدعها وتعلقت بها، وهي القوافي النادرة عندهم، فعندهم قوافي منها الهمزة ويقف عليها، ومنها الطاء ويقف عليها، وهي تدل على تمكنه من اللغة، فهو يوظفها كما يشاء وكما يبتغي. وأرجو أن أكون قد خاضت تجربة سليمة، وأرجو أن أكون قد أضأت ولو ضوءا خافتا على هذه التجربة، فإن كنت قد فعلت فلي أجران، وإن كنت لم أفعل فلي أجر. أستاذنا دكتور عبد الحميد المحاضين على هذه الانطباع على انطباعاته الاستكشافية التي أخذنا من خلالها إلى رحلة في عالم الغزل في ديوان عاصمة العيون للشاعر. ويبدو أن الديوان يغري النقاد، لأن أيضا دكتور خليفة الورقة التي سوف يطرحها أو المذاق سوف يطرحها هي بخصوص شاعرية اللغة في فضاء النص، قراءة أيضا في ديوان عاصمة العيون. والدكتور خليفة ياسين بن عربي من مواليد مدينة المحرم، وحصل على البكالوريوس من كلية اللغة العربية في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة بتقدير جيد جدا، ثم حصل على الماجستير في كلية الآداب من جامعة البحرين بتقدير امتياز، وحصل على الدكتوراه في الفلسفة والعلوم الإنسانية تخصص النقد الحديث في كلية معارف الوحي والعلوم الإسلامية في الجامعة الإسلامية العالمية بكولومبول في ماليزيا عام 2011. وعمل دكتور خليفة معلما في المذاكرة والتعليم ثم اختصاصيا، ثم انتقل للعمل أستاذا بجامعة البحرين، وهو خطيب رسمي في وزارة العدل والشؤون الإسلامية. ينتسب دكتور خليفة إلى عدة منظمات وجهات ثقافية، منها هو الأمين العام لرابطة الأدب الإسلامي العالمية، ورئيس مجلس إدارة جمعية الأدب الإسلامي في البحرين، وعضو في أسرة الأدباء والكتاب البحرينية، وعضو البيت البحريني للدراسات والتوثيق. شارك في العديد من المناسبات والفعاليات الأدبية في البحرين وفي الوطن العربي، منها مهرجان ملتقى النيلين الشعري في السودان عام 2011، ومهرجان ربيع الشعر الذي تقيمه مؤسسة جائزة عبد العزيز بن سعود للبابطين للإبداع الشعري في الكويت، والأمسية الشعرية على هامش الشارقة عاصمة الثقافة الإسلامية عام 2014، وحفل تدشين الطبعة الثالثة لمعجم البابطين الشعري بمكتبة الإسكندرية عام 2014 أيضا. له العديد من الدراسات النقدية المنشورة في الدوريات والمجلات الثقافية، له عدة مطبوعات منها إشكالية النقد الذوقي عند محمود شاكر، والاتجاهات النقدية في الشعر الخليجي المعاصر، وله ديوان نمير السوسنات، وله أيضا تحت الطابع التحقيق لديوان الأستاذ المعلم عبد الرحيم روزبة ونبذة عن حياته.
ومجموعة شعرية بعنوان مراجع خضر تحت الطبع أيضا. ويتفضل دكتور خليفة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأساتذة الأفاضل، أسعد الله مساءاتكم بكل خير وحبوب. أود في البداية أن أعبر عن امتناني وتقديري لمركز عبد الرحمن كانو الثقافي الذي رشحني لهذه المهمة، والذي يفتح أفاقه دائما للجميع. وفي الحقيقة فإن التردد والوجل يحفني وأنا أقدم على هذا العمل، خشية أن يظن في عدم العدالة والإنصاف في الطرح، وذلك لسببين. الأول يعود إلى طبيعة العلاقة الوامقة التي تربطني بأستاذي الشاعر المديع الأستاذ سليم عبد الرؤوف، فهي علاقة بدأت قبل أن نبدأ نحن، علاقة التقت فيها قلوبنا قبل أن تلتقي أجسادنا. ولما كنت غراً أتلمس طريقي نحو هذا الشيء الغامض المخيف المسمى بالشعر، وقعت على ديوانه الأول نرتية إبليس عام 92، وقد ولدت به وحفظت بعض أبياته، حتى قدر لي أن التقيته فتجذرت علاقتي به، فخشيتي أن يظن في قول الشاعر وعين الرضا عن كل عين كليلة ولكن عين السخط سخط المسر. الأمر الآخر يعود إلى طبيعة النقد الحديث الذي تشظى عن منهجية النقد القديم، فلم يعد النقد يقدم أحكاما قيمية ويصنف النص بأنه رديء أو جيد، ولم يعد ينظر إليه نظرة شمولية في كل محاوره وجوانبه، إنما يركز على قراءة جماليات النصوص، والنص أو التجربة الخالية من هذه الجماليات يعرض النقد عنها، كما أنه يركز على سياق واحد أو سياقات معينة من السياقات الكثيرة التي تحفل بها النصوص ليصنع فيها حفرا نقديا يؤسس به لنص موازن ينتجه النص الأصلي. وعليه فإن النص الناجح هو النص المنتج لقراءات عديدة موازية. وسأحاول أن أتعلق بتلابيب الإنصاف ما استطعت، وأقدم رؤية واضحة تجاه تجربة سليم عبد الرؤوف، متشحا بقراءة لا بأس بها من نصوصه، متحللا بشكل نسبي من اللغة النقدية الأكاديمية. التجربة التي يقدمها سليم عبد الرؤوف في شعره تتشجر مع تلاوين عدة من التداعيات الشاعرية واللغوية والدلالية، فحين نواجه نص عبد الرؤوف نقف أمام متانة شعرية ورصانة لغوية وعروضية للدرجة الأولى، فكأن النص بنيان مرصوص محكم. وحين أقول بنيان، فأنا لا أعني بحال من الأحوال ذلك الجمود الشعري الذي نلحظه عند كثير ممن تعاطوا العملية الشعرية بوصفها وزنا وقافية وألفاظا تدل على معاني وحسب، لكنني أعني بالبنية الشعرية القادرة على تكوين نص ملتزم ومنفتح في ذات الوقت على في شعريته على فضاءات واسعة من الصور واللغة الشعرية الثروة. وتركيزنا على ديوان عاصمة العيون سببه المنطقي أنه المنتهى الإبداعي الذي وصل إليه الشعر. إن سليم عبد الرؤوف يتكئ في تجربته الشعرية على عنصرين مهمين. الأول تلك الرقة والسلاسة التي تنضح من خلال لغة معبرة سهلة تنفذ إلى القلوب والأفهام
بلا تعنت ولا كد للذهن، وهي لغة رصينة تبتعد عن ابتذال كثير من الشعراء الذين تهاونوا في استخدام ألفاظ قد تقترب من العامية بشكل مفرط، وبعيدة أيضا عن ذلك التنطع في اقتناص ألفاظ معجمية غائرة في بطن المعاجم العربية. يقول في قصيدته تمثال الجليل: زعمت حسنك لم يولد ولم يلد، فخانك الوهن يا أسطورة البلد، وكان ظنك أن الحب أغنية شعبية اللحن لا تنسى بها الأبد. فمن شقيقتك الحسناء؟ هل ولدت كما يقولون أم قالوا من الحسد؟ ومن لمثلي ميالا إلى امرأة عالية الحسن لم تعجب ولم تكد. أمر آخر مهم متعلق باللغة، وهو أن الشاعر قد برع في تكوين تزاوج جرسي شفاف بين ألفاظه، حيث نجد ألفاظه تتعاقب بشكل متناغم يساعد على رسم الصورة التي يريدها، ويضع المتلقي في جو من التساوق العاطفي. يقول في قصيدته: كلماتي في الهوى بنت أبيها، هي مني وأنا منها وفيها، ورثت مني كثيرا وروت من حكاياتي كثيرا، فاقرئيها واعرفيها تعرفيني من أنا، وإذا شئت اعرفيني تعرفيها، إنها صوتي المغنى وفمي، فاقبليها وبشوق قبليها. فلكم أن تستشعروا تناغم الألفاظ بين بنت أبيها، هي مني وأنا منها وفيها، ورثت وروت واعرفيها تعرفيني من أنا، وإذا شئت اعرفيني تعرفيها، فاقبليها وقبليها. إن هذا التناغم الجرسي يعتمد على توليد الجناسات المختلفة والطباقات الإيجابية والسلبية ورد الأعجاز على الصدور والتكرار. ومما يميز لغة الشاعر كذلك اعتماده على الألفاظ الحالمة والمفرطة في الساحرية والوجدان، والغوص في عوالم من الخيال المجنح. ألفاظ مثل الكنوز والطروز والموسيقى والقمر والمرأة والأفلاك والسحر والنكهة والقرب والسكر والأحلام إلى آخره. هذه الألفاظ هي استمرار لعملية وضع المتلقي داخل مكونات حالمة تعلق بوجدانيته فتمارس معه نشوة لذيذة. يقول في قصيدته شاعرك الوحيد: أحبيني لأكتشف الجديد، وصيديني بسحرك كي أصيد، أحبيني لأبحر في الليالي وأقتنص الكواكب والقصيدة. قليل منك يسكرني طويلا ويجعل كل أفكاري ورودا، أحبيني لأسرف في الأماني وأذهب خلف أحلامي بعيدا، أحبيني لأبدع في الأغاني وأكمل رقد فاتنتي الفريدة. يقول في الخاتمة: سأملأ باسمك الدنيا غناء، وأمنح سحر عينيك الخلودا، وغيري فليكن ملك القوافي إذا ما كنت شاعرك الوحيد. أما الأمر الآخر الذي يعتمد عليه سليم في تجربته هو محاكاة الداخل العاطفي والنفسي للمتلقي. إن سليما لا يخاطب عقلك ومنطقك، لكنه يحاكي قلبك وروحك. قد لا نجد كثيرا من الابتكارات الصورية المدهشة في تجربته، والعمق التخيلي الطافر الذي يعنى به كثير من الشعراء المعاصرين، والذي قد يكون سمة العصر الشعر الحديث أو المعاصر، لأن الصورة عند سليم لا تخضع لمقاييس الصنعة المقصودة، ولا يعنى بها عناية خاصة يحاول أن يبهر بها المتلقي ويضعه في إحداثيات الدهشة الذهنية لتدور في عقله دوران، إنه يطلق الصورة على سجية الطبع.
يجعلها تخلق نفسها بنفسها، وأظن أنه لا يعود إليها كثيراً ليدبجها ويحسنها ويعيد صياغتها ويعيد صياغتها، لأنها في الأصل النتاج الذي قدمته تجربته بلا تكلف ولا تزويق. ولذلك فإن الصور عند سليم لا تخرج في غالبها عن إطار الصورة في سياقها التقليدي التشبيه والاستعارة، لكنه يستعيض عن الابتكار والدهشة بهذه الملامسة للوجدان والنفس. يقول في قصيدته عاصمة العيون: شكرا فعاصمة العيون عيونها ملأت يدي كنوزها وفنونها، ما أنجبت مني الحروف قصيدة إلا وتوجت القوافي نونها، لم تلهم المدن الجميلة كلها ما ألهمت حركاتها وسكونها، إني قرأت بصمتها لغة الهوى وفهمت أجمل ما يقول فتونها، وعرفت كل العاشقين بظلها إذ تلتقي نظراتنا وجفونها، لكنني كنت الجدير بأنها وطني الجميل وأنني مجنونها، فلها جزيل الشكر كل روائعي ثمر العيون الباسقات شجونها. وهو مع ذلك قد تخونه الجملة الشعرية في أحايين قليلة، حيث نلحظ بعض العبارات والجمل المباشرة جدا البعيدة عن عملية الالتفاف اللغوي للوصول إلى معنى المعنى كما يقول الجرجاني. فمثلا يقول في قصيدة كلماتي على سبيل المثال: فإذا لا سمح الله ادعت صادق الحب وخانت عاشقيها. فعبارة لا سمح الله هي عبارة مباشرة جدا. أو في قوله: فاعذريني في مصارحتي بكلام غير مرتبك، إنني والحب يصعد بي قاطع كل الصلات بك. يعني قد تقترب هذه اللغة وهي قليلة الديوان جدا من مستوى اللغة العادية المحكية، وربما تلجئه بعض القوافي الصعبة إلى التحرر قليلا من هذه الشعرية. يعني هو فعل في قصيدة إشاعة مثلا التزم حرف الطاء رويا صعبا، فقال فيها: أنا لم أقل أهواك قط والناس قد شالوا وحطوا وتحدثوا عن حبنا والقلب في نوم يغط، ملأوا بك الدنيا فأنت إشاعة في الناس تخطو، لبست من الإطراء حتى غار فستان وقرط، للحسن حولك قصة تروى وتاريخ يخط، من أيقظ العصفور من أغواه فالمصفور قط. في تقديري أن هذا النص يختلف عن بقية النصوص في شعرية. تقنية أخرى حري بنا أن نقف أو أن نتأملها في تجربة سليم هي ذلك الانتقاء اللذيذ إن صح تعبيري لأوزانه الشعرية. فالشاعر في أغلب نصوصه اعتمد على الأوزان الخفيفة الراقصة والموسيقى الهادئة للصاخبة، كما اهتم في بعضها بالبحور القصيرة. هذه الموسيقى المتأنية الرقراقة هي أيضا محاولة لملامسة الوجدان للمتلقي، فالبحور القصيرة المجزوءة والمشطورة والمنهوكة بحركاتها المتسارعة المتتابعة تتسارع بإيصال الدلالة الشعورية إلى ذات الآخر. يقول في قصيدته: شفاه أتلاشى ظمأ وحر قلبي أتلاشى، بشفاه كن بردا وسلاما وانتعاشا، أنفق الحسن عليها كل أرزاق العطاشا، ثم أغرى أعشق الناس ومنى وتحاشا. حتى البحور التامة عنده هي بحور هادئة خفيفة تصب في المنحى نفسه. وبمناسبة ذكر البحور، فإن شاعرنا عروضي متقن متفنن. وإن كنت أظن في رأيي الخاص أن التشديد في إلزام الشعراء كثيرا من جوانب العروض قد يكون على حساب النص نفسه، وأعتقد أيضا أن الخليل بن أحمد قدس الله سره لم يشأ بما وضعه من ضوابط عروضية إلزام الشعراء وتقييدهم بذلك، إلا أن شاعرنا
على الرغم من ضبطه الفني للعروض فإنه لم تطغى عليه الصنعة العروضية وبقي محافظا على ذلك التوازن الجميل بين هذا وذاك. أخيرا أشير إلى تقنية تقترب من تقنية السرد. هذه التقنية تلجأ بشكل مفرط إلى أسلوب الخطاب، خطاب الآخر المباشر، حيث نجد أن أغلب قصائده أو القصائد عبارة عن حواريات خطابية مع الحبيبة، يسامرها ويأمرها ويحاكيها ويلومها ويشيلها إلى آخره. هذه الآلية تقترب أو تقرب النص من أسلوب القص، حيث أن الخطاب الموجه من شخصية أخرى ومن أساسيات الأسلوب السردي. يقول في قصيدته صيادة السمك: لطريقي في الهوى ولك فاذهبي صيادة السمك، لا ترودي البحر في طلبي، لا يصاب الموت بالشبك، أنت أشواق مؤممة وشعوري غير مشترك، أي صياد يطيب له أن تكوني أنت في الشرك، عاد مسرورا وخيبته خيبة الحطاب في الحلك. إن تجربة سليم عبد الرؤوف تعود بنا إلى ملامح مدرسة أبولو بكل تفاصيلها الشعرية، تلك المدرسة التي أمتعنا فيها أصحابها من أمثال أحمد زكي أبو شادي وإبراهيم الناجي وعلي محمود طاهر وأبو القاسم الشابي وأحمد رامي وغيرهم، أمتعونا بنصوصهم التي تنفذ إلى مكامن الشعور وتحتضن القلب وتجعلنا نعيش فضاءات حالمة من النشوة والخيال واللذة. إن سليم عبد الرؤوف هو حقا تجديد آخر لملامح تلك المدرسة، ونصوصه في تقديري حقيقة بالدراسة، بل حقيقة بأن تقدم للدرس المدرسي بدلا من كثير من النصوص التي تعج بها كتبنا الدراسية مفتقرة إلى الشاعرية. ودمتم بخير. شكرا دكتور خليفة على هذه القراءة النقدية الشفافة التي جالت بنا في النص الشعري ابتداء من البنى اللغوية والإيقاعية ومرورا بالخيال المجنح والصور الشعرية والتقنيات المختلفة التي لجأ إليها شاعرنا. الآن يتفضل الأستاذ علي عبد الله خليفة بتقديم مداخلة حول شاعرنا سليم عبد الرؤوف وتكريمه أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات الأخوات والأخوة، أسعد الله مساءكم بكل خير. شكرا أستاذي الجليل دكتور عبد الحميد المحاذين، والشكر موصول للأستاذ الشاعر العربي والدكتور انتصار. حقيقة ما قدموه لنا الليلة يأتي ضمن مبدأ جميل أن نحتفي ببعضنا، وبالذات عندما نحتفي بمن يدارون ويحتجبون بعيدا عن الأضواء، لا يريدون ولا يفضلون الظهور، وكلما أبدعوا شيئا يستحق الثناء قالوا إنه شيء يسير وبسيط. واحتفاءنا الليلة بالشعر واللغوي والعروضي والداعم لحركة النشر في البحرين الأستاذ الصديق الشاعر سليم عبد الرؤوف، احتفال يأتي ضمن هذه الدائرة التي يحاول مركز عبد الرحمن كانو الثقافي أن ينتهجها في التعامل مع الوسط الثقافي في المحل. وأريد أن أبدأ بملاحظة صغيرة نشأت بيني وبين امرأة جميلة بحرينية، عاطفة غير عادية.
هذه المرأة لا تجيد القراءة والكتابة لكنها تحفظ الشعر، وكان لديها إحساس غير عادي بالوزن الشعري. عندما تقرأ نصا فصيحا أو عاميا يقول لك مو بعدل إذا كان مكسور. قالت لي مرة: وينك؟ صار شهرين ثلاثة ما كتبت شعر. قلت له: والله الشعر ما يجي. قالت: الشعر اللي ما يجي يجيبه، لازم تكتب. قلت لها: مو ضروري يعني، ما يصير بس أنا أكتب. قالت: شوف يا شيخ، ترى أهل البحرين هالساية ينسون، إذا ما تكون موجود كشاعر والأضواء حولك ينسونك شهر شهرين ولا يعرفونك حتى، وينسون اللي كتبته قبل. هذه واحد. تذكرت هذا الكلام عندما كان الشعراء العرب ينشرون قصائدهم أو يعلقون أشعارهم على أستار الكعبة. لماذا؟ افتخارا بالنص وإشهارا للنص. لكن للأسف الشديد لدينا يعني مجموعة من الأدباء الروائيين والنقاد والشعراء ممن لا يجيدون فن العلاقات العامة. وفي زماننا هذا إذا شاعر مجيد ولا يجيد فن العلاقات العامة يندفع ولا حد يعرف. وللأسف حقيقة الإعلام يقدر يصنع شاعر بسهولة، مثل ما يطلع تفاحة يقول لك ترى هذا فيه، أول يوم أنت ما تصدق يقول هذا غلطان، ثاني يوم يقول لك ترى بي مو تفاحة ترى هذا فيه، تبدأ أنت تشك في روحك. يوم ثالث تسأل الربع: يا جماعة هذا فيه ولا تفاحة؟ يوم الرابع تقول: لا، كل الناس يقولون هذا فيه، إذا هذا فيه. هذه هي مشكلة الفن. لذلك نحن من هذا المنطلق في هذه المؤسسة نحاول أن نحتفي ببعضنا ونبرز قامات تحاول أن تتوارى، ومنهم أدباء من أمثال محمد عبد الملك، وهو روائي من هو في فن الرواية في البحرين، ومكانة وقامة كبيرة جدا، ومثل هذا الشاعر سليم عكرمة. قلت لإخواني في مجلس الإدارة وهم يريدون أن نحتفي بالأستاذ سليم، قلت: تحبوا تقولوا لي ترى بنحتفي بك ترى ما يجيك؟ إذا قلتوا له بنحتفي بك ما راح يجيكم سليم. قلوا قراءة نقدية بدون الإشارة، لأن سليم بتاريخ الفني وبإبداعه وبموهبته على مدى زمن طويل وبجهوده، كل من أصدر كتاب في البحرين مر على يكسر، لأنه هو من يجيز النصوص الشعرية من زمن بعيد، وكان يداري على الشعراء ويختلق لهم الأعذار ليجيز أعمالهم التي لا يمكن أن تجاز في بعض الأحيان. حقيقة هذا دور غير عادي. ممكن كان سليم يودي ناس وايد السجن يفسر ما يقولون بأكثر مما يريدون ويقول هذا ما يصير، هذا ضد الدولة، هذا ضد الحكومة. لكن هذا الرجل حقيقة كان أمينا على وظيفته، وفي نفس الوقت متمكنا في التعامل مع النص لفهمه طبيعة النص ولفهمه مقاصد الكاتب. فلذلك كان كشعرة الميزان تمر من تحت يديه النصوص رائقة وكاتبها خير قائلها. والمرأة التي
تحدثت عنها كانت تشارك هذا الرجل في قراءة قصائده الأولى. أول ما أكتب النص أسمع لهذه المرأة فترضى عنها أو ما ترضى، بعدين أسمع لسليم. يعجبني في سليم حسه الوزني غير العادي وتمكنه من فن العروض ومن اللغة العربية الفصحى. أنا أشكل قصيدتي ويهمني أن أسمع من سليم ماذا يقول في تشكيلها. كما تعرف على الأستاذ المحالي دائما إذا أكتب نص يهمني جدا أسمع آراء الآخرين في النص قبل ما أنشر، أسمع كل الآراء وأخليها وأن أتبع هوائي. يعجبني في سليم الدقة، يعني بالضبط كميزان الذهب في تقبل النصوص. وعرضت عليه مجموعة من القصائد، قال لي علي هي موزونة بس بخلاف الوزن المبتدع، وهي عكس ما هو سائد. قلت له أنا أريدها شيء، قال كيفك. هذا جميل، رجل لا يقبل بأن يكون حجر، وأستاذ لا يقبل بأن يكون عصا لا تليق. فحقيقة تحياتي وتنظيري واحترامي لهذه القامة السالمة في حركتنا الأدبية الأحمدية. وسليم شاعر، وشاعر وجيد، وفي ذات الوقت هو منقب وباحث. وأريد أن أسأله الليلة ما مصير مختاراتك الشعرية؟ يشتغل عليه. هذا قبل 20 سنة. نعم، مجلد ضخم. يعني من 20 سنة يشتغل على مختارات من الشعر العربي، وأنا في شوق إلى يعني ماذا عثر على من النصوص في تدقيقه وفي ضبطه للنص وفي إعادة قراءته وحذف ما لا ويضيف ما وما إلى ذلك. حقيقة سليم كباحث وكمنقب أنا أعتبره من الطراز الأول، لأنه من الطراز الشكاك، يعني شكاك في أشياء كثيرة، يعيد عليها مرات عديدة ويفصفصها وينقحها ويعيد يشيلها ويعيد يضيف واحدة ثانية ويعيد يرجع لها مرة ثانية. سليم من مؤسسي الملتقى الثقافي الأهلي، من أوائل مؤسسي الملتقى الثقافي الأهلي مركز عبد الرحمن كارو الثقافي، وهو من الشلة الأولى، النواة الأولى البيتية اللي طلع منها الملتقى الثقافي الأهلي. فألف تحية لأخي. احنا في مجلس إدارة مركز عبد الرحمن كانو سنتبع هذا الأسلوب في الاحتفاء ببعضنا، سنختار بين فينة وأخرى أديبا وكاتبا يسلط عليه الضوء، يكون مدعاة لفخرنا ومدعاة لاعتزازنا. فنحن الليلة نكرم قامة تليق بنخيل البحر، قامة أدبية وشعرية لها كل التقدير ولها كل الاحترام، ونتوقع منها المزيد ونتوقع لها كل التوفيق والنجاح. أستاذ سليم أنا حييك. المجال مفتوح الحين
أي أسئلة أو مداخلات، بس يعني نرجو الالتزام بالوقت أن تكون مداخلة واحدة وبسيطة. بنتنقل بين الضفاف حسب ممكن مرة قلنا وقفنا طويلة في ضفة معينة، نبتدي من اليمين. العالم كله يسار يروح من اليمين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير جميعا. شكرا لمركز عبد الرحمن كانو على هذه الفعالية الجميلة. والحقيقة الشكر موصول للباحثين اللذين اختارا النقد الانطباعي، وكان اختيارهم حقيقة في هذه الليلة موفقا جدا، لأن الباحث في شخص سليم يجب أنه ينطبق عليه ما يسمى عند الشعراء العلماء والنقاد بالسهل الممتنع، بمعنى أنه سهل اللغة لكنها لغة محفوفة بالجمال، محفوفة بالأنا. أنا في الحقيقة وجدت أن سليم استطاع أن يصنع كفتي ميزان، يقول ما عند الشعر والشعراء من اللغة الرصينة والموسيقى المتقنة، إلا أنه نجد فيه شخص سليم عبد الرؤوف واضحا وجليا. وهذه معادلة خطرة عند الشعراء، إما أن يقولوا ما يقوله الشعراء فيكتبون الشعر ويموت الشاعر، أو يغردون في سربهم الخاص فيقولون بشاعريتهم شيء لكنه لا ينتمي إلى الشعر. أما سليم عبد الرؤوف فقد حلق بجناحين مرهفين بين ذوقية الشاعر العالية بالأنا وبين الشعر وما فيه من نفحة وجمال. أما أنه ممتنع فهو نعم ممتنع، لأن شعره يظن الكثيرين ممن يكتب الشعر أنهم تسول لهم أنفسهم أن يكتبوا مثله، ولكن الخبرة والرصانة الممتدة عبر سنوات طويلة أكسبت هذا الشاعر لونا من الجمال المرهف. يعني نشكر المركز على تسليط الضوء حول هذه التجربة، ونشكر لإخواني النقاد على جميل اختيارهم، ونشكر الجميع على الاحتفاء بهذه الفامة الشعرية المميزة. شكرا لك أنت أيضا. أستاذ خليل الدوادي. هذا وسط، مو يمين ولا شمال. مساء الخير جميعا. وطبعا عندما تكلم عن شاعر الفرد الإنسان، نتكلم عن من عجنته تربة البحرين ومن عجنها فأخرج لنا شعرا يعني لا تكاد تنتقد أمامه إلا مذهولا ومقبورا ومعجبا. طبعا مثل ما يقولون كتاب يقرأ من عنوان، فمن خلال مشاركة قامتين كبيرتين دكتور عبد الحميد المخاليم ودكتور خليفة العربي تحليل شعر سليم عبد الرؤوف، واختيار الدكتورة انتصار البنا كي تكون أيضا تدير هذا الحوار، معناته نحن أمام شاعر يستحق كل هذا التكريم وكل هذا الإبداع. ومثل ما قال أخوي علي عبد الله خليفة، لم يترك لي شيئا أن أضيفه عن هذه الشخصية التي كنت بسيطا بها ومعجبا بها، وكنت لي الشرف أن أعمل معه وألتقي بآرائه. كان بودي أن تستمعون إلى قراءاته هو لشعري، لأن هدوءه لا ينعكس في قصائده،
الإطلاق. فأنت أمام بحر تراه من بعيد هادئ، ولكن عندما تقترب منه وتقترب منه أكثر في الهواء عندما تشتد الريح ستجده ربما هائجا أو مزمجرا إذا كانت العبارة تليق بهذا البحر. أعتقد بأن الميزة التي يتمتع بها شاعرنا وهي قانون الفن العروض، وأنا قلت له سابقا عندما أصدر كتابه الجميل أننا بحاجة فعلا إلى أن تعقد دورات، وأنا سعيد أن سمعت أنه يعني قام بعقد دورات تدريبية لفن العروض في الشام. أنا أعتقد اليوم إحنا بحاجة إلى أن يكون هناك في فعلا ورشة عمل وينخرط فيها شبابنا المبدعين لكي يستفيدوا من تجربة الشاعر سليم عبد الرؤوف. أنا أعتقد أن إحنا يعني أمام قامة كبيرة تستحق فعلا الإشادة، وأنا أشكر الأساتذة الذين قاموا بتحليل شعره، ولو كان الوقت اتسع أكثر لكنا قد يعني الحمد لله استطعنا أن نظفر بالكثير. فشكرا لمركز عبد الرحمن كانو الثقافي، وأنا أضم صوتي لصوت أستاذ علي لأن احنا فعلا في هذا الزمان بحاجة فعلا أن يعني ننظر إلى أنفسنا أكثر، بحاجة إلى أن المبدعين البحرينيين يبرزون، بحاجة إلى أن نمد أيدينا لهم، بحاجة إلى أن يعني نعيد الزمن الجميل وهو زمن موجود والبذرة موجودة. نحن بحاجة فعلا أن نلتم على بعضنا بعض، وهناك الكثير من المبدعين الذين نفخر بهم وتتباهى بهم البحرين ونتباهى بهم جميعا، ولكم الشكر. ما في مشكلة موجودة على لائحة الانتظار. الله يمسيكم بالخير جميعا. أنا أشكر الدكتور عبد الحميد المحايدين وأشكر الدكتور حنيفة بن عربية على هذا الطرح وعلى هذا الشرح للديوان عاصمة العيون. طبعا ابدعوا بمعنى الكلمة وحلقوا في فضاءات أتحفون ما كنا ندركها بهذا الجمال في ديوان أخوي سليم. أنا طبعا شهادتي مجروحة في سليم لأن أنا أعرفه عن قرب مثل ما يعرف خليفة، فأنا ما بعرج على كثير لأن اللي انقال في هذا الشعر طبعا ما بنقول أكثر منه. أنا حبيت بس أقول شيء واحد عن سليم. الأستاذ سليم من الشعراء، في أناس يذهبون إلى الشعر وأناس الشعر يذهب لهم، فسليم هو شاعر ما لحق الشعر، هو بفطرته بتركيبته شاعر، لذلك كلماته عبر الزمن وعبر الوقت تبلورت وانصهرت، وهو رجل يجيب التجربة من تجارب القدماء تجارب المحدثين، وعنده آراء كثيرة حتى في أعظم الشعراء يبهرك كيف يسقط قصيدة يمكن أن تشوف فيها شيء من الجمال وفيه شيء من القوة، وهو يبهرك. ساعات تقول له قال الشاعر الفلاني كذا، قال لك هذا الشاعر ما قال الكلام، لأن سمات شعره لا يمكن أن يصل إلى هذه السمات. يعني أنا مرة قلت له شعر لعنترة، قال لي عيسى أنا عندي شك أنه يكون لعنترة، لأن سمات شعر عنترة تختلف عن هذه الكلام. رجل داخل وموقل في الشعر، وإحنا كلنا يعني معجبين لما كنا قاعد وياه نعجب بهذه الثقافة اللغوية وهذا الحس الشعري. توقف الشعر العربي وأصدر مرثية إبليس، واللي يقرأ مرثية إبليس كأنه يقرأ الشعر الجاهلي. راح تحدى الشعر العامي وكتب البنفسج، وتجد ما أجمل ما كتب في البنفسج، وهو قبل تخطى ذي المرحلة بعد وكتب أجمل أغاني الفنان والملحن عارف الزياني. بعدين تطورت عند القريحة والخبرة والاختيارات والتلقيح، ووصل إلى ما وصل إليه اللي إحنا من خلال هالقراءات نجد إن كل بيت هو خطة مفاجأة دهشة.
سليم يلجأ إلى الدهشة، لا تجد أن كلمة أنت ممكن تكملها، لا سليم يكمل اللي أنت ما تعرفه، هذه ميزة. سليم عنده شيء واحد واللي أنا أحيي عليه وأتمنى كل شباب الدنيا يمشون حذوه. سليم يوم سألته قلت له ما سر قوتك في اللغة؟ قال لي عيسى سبب فشلي. والنجاح الذي يبنى على فشل هو قمة النجاح وأقوى النجاح. سليم تحدى لأن لما أتذكر أنه هو حس بضعف في القواعد العربية في يوم من الأيام وتحدى وتعلم اللغة العربية بطريقة عصامية ووصل إلى ما وصل إليه، يصلح للدكاترة ويصلح للقويين لغتهم. وهو رجل وبكل صراحة وبدون حياء أقول هو ليس جامعي، ولكن يناطح الجامعيين ويناطح أصحاب الشهادات ويلجأون لأصحاب الشهادات يصلح ما كتبوا. وهذه هي العبقرية. أي بقول لكم شيء واحد، أنا شفت ناس احترفوا الفن واحترفوا الشعر واحترفوا الموسيقى، ويوم احترفوهم ملوا منهم وصاروا ناس فاشلين، وناس كانت الفنون والشعر أو الموسيقى عندهم هواية، ويوم خذوا الفن هواية كانوا أبدع من المبدعين. والسليم ينطبق عليه أنه أخذ اللغة والشعر هواية، ولو احترف الشعر لفشل. وشكرا. مساء الخير حضور. أنا اللي فرحان لشيء وهو تدوين كل ما عندنا، يعني هذه الأمسية تعتبر تدوين للتاريخ. بعد فترة نحتاج إن الناس تعرف من هو سليم، لأن لما نرجع إلى شعراء الخمسينات في عبد الرحمن المعاودة وما شابه ذلك. فاليوم الخطوة لما يتكلم بها أستاذ علي عبد الله خليفة إن إحنا نحاول دائما بين فترة وفترة نجد. يعني هذا مهم تدوين، لأن هناك بعد 50 سنة بعد 20 سنة يجب الأجيال تعرف. أنا من الناس اللي مهتم بالتدوين، وأرجو من الأستاذ بسمة أن تختصرين الندوة وأن توزع على الصحف كي الناس أول شيء تقرأها والصحف تدونها وتخرجها للتاريخ. هذا مهم، لأن إذا هناك لدينا قامات كبيرة يجب أن تحفظ الأجيال القادمة وما بعد القادمة. مهم يعني هذا الشيء. وأنا أشكر مركز عبد الرحمن كانو لهذه الخطوة، وهذه الخطوة اليوم بالتخزين الإلكتروني اعتبر تدوين، والتدوين يطلع لما بعد الإقليم، لأن شيء مهم أن احنا نطلع من المحلية إلى الإقليم وما بعد الإقليم. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله. طبعا اسمي دكتور الريس سليم عبد الرؤوف. أستاذ سليم، حقيقة يعني إحنا كما زملاء من فترة وعشنا الفترة وجميلة، وكان سليم دائما يبحثنا بالقصائد الجميلة وعن طريق الأغاني وإلى ما ذلك. يعني كنا عايشين فترة اللي كان الفترات السابقة يعني القديمة كانت فترات حالمة بالنسبة لنا، مساحة كبيرة وفيها حدوبة وجذب وفيها شيء كثير. فاللي حبيت أقوله يعني سليم ليس يعني إبداعه فقط في اللغة،
العامية، قصدي استغفر الله الفصحى، كثر ما كان العامية تبعها. فلا اسهاماته وابداعاته، يعني انتم تذكرون يعني اخونا وزميلنا الفنان عارف الزياني ومساهمته في قصيدة سحرت الناس ولا منهم، قصيدة لا زالت في الأذهان ولا زلت أنا أرددها ومن أجمل القصائد حقيقة لسليم. وأنا عشت التجربة مع سليم في قصيدة وطنية له وقصيدة ثانية كانت له، بس للأسف القصيدة الثانية ما شافت النور ولا شافت اللحن كذلك، ظلت في عند الملحن لليوم ما ظهرت. أنا بس حبيت أسمعكم أربع أصوات من اللي كتب سليم، وحقيقة يعني طول على الصوت شوية توفيق ما نسمع، يعني حط المايك بوزرع طول على الصوت يا أنا كان سولف مني ومني ما نسمع. فمن أجمل ما قرأت يعني لسليم، ولازلت حافظ هالأربع أبيات لسليم عبد الرؤوف، دي القصيدة الجميلة حقيقة يعني، ولازالت عند الملحن ونتمنى إحنا نشوفها يعني. وسليم نفسه ذاته يعني يحاول يوصل للملحن عشان ياخذ القصيده من هو اللي كاتبها، يقول فيها يقول على العاده القمر نور ابد ما ينسى ميعاده، وللطير الفجر يسال عن احبابه وعن عياله، ورد القيض او رد الصيف ورد الشتاء ورد كل شيء على وقته، ولا رد اللي عودني يواصلني على العادة. فهاي من القصائد الجميلة الرائعة جدا، وقد يكون عنده هو في أرشيفه سليم من هذا النوع من القصائد الكثير، قد يكون هو أضافها إلى بعض الدواوين اللي كانت عنده أو لا زالت موجودة عنده. فنتمنى يعني نسمع كذلك من سليم بعض اللي كان يكتبها من قصائده الجميلة هاي الحلوة في العامية في المستقبل إن شاء الله. فهي رجاء يعني من سليم بنحاول نختم إن شاء الله بقصائد من إلقاء رحنا في يعني بضع مداخلات وعساس نختم. نعم استاذني بس الميكروفون بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن قلت هذا الكمال الذي سمعناه نقدا وسمعناه شعرا، آن للسان الحال أن يقول يا ضحكة الفجر المرصع بالندى ماذا تبقى للقصائد أن تقولها؟ كيف لي أن أحير شاعرا وأنا أقرأه نقديا، أو أن وأنا أقرأه نقدا صح التعبير لغته، وهو يعود مرة أخرى فيصر على أن يطل علي ثانية من باب السياق بوصفه دلالة، والسياق بوصفه نصا، والسياق بوصفه حالا وفق ما تقول المدارس النقدية الحديثة التي تتوكأ نقدا على أنه لكي تكون هناك مقاربة ناجزة لعمل إبداعي فلا بد وأن يتوكأ القارئ الناقد على عكازين اثنين، المقاربات النصية والأخرى خارج النصية. بوصف هاتين المقاربتين أو هاتين النوعين من المقاربات من إنتاج المدارس السينمائية الحديثة في النقد الأدبي، من معالم الهتك والتجريب كما استطعت أن أقف عليها في هذا الديوان، هو قول الشاعر من عاش ومثل بحلوته فالدنيا المرة طهوته. أستحضر برخيص وهو يتكلم عن اللغة أو المفردة الاختراع في النص الشعري، ويرجع الصورة ويرجع الدلالة ربما إلى هذه الكلمة الاختراع. ولقد نجح الشاعر في هذا
بيت أو في كثير من أبيات الديوان، وهو يتوكع في بناء النص دلالة وصورة ومجازا على كلمة واحدة، منتهجا سياسة أو استراتيجية من الهتك ربما تجعلني أستدعي ما قاله دهار ماكيرتي، وهو يبحث في صحراء المجاز عن مجازات جديدة، فيخاطب حبيبته قائلا: عبثا يحاول القمر كل شهر رسم صورة لوجهك، وعندما يفشل في تصوير بهائه يمزق الصورة ثم يبدأ من جديد. وشكرا. دكتور أستاذ والنقد دكتور مدعي ياشر. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أريد أن بداية أن أشكر الناقدين الكريمين على ما قدما، وأن أشكر أيضا هذا النادي العريض، وأن أشكر سعادة الأستاذ علي حبيب على احتفائه بهذا الشاعر الذي أنا صراحة ما كنت أعرفه من قبل، وتعرفت عليه عندما قدم الأستاذ الدكتور خليفة لي ديوانا. ما أريد أن أقف عليه هو أمور ثلاثة. أبدأ من الآخر، ولعل آخر كل شيء هو بدايته. ما تفضل به الأستاذ الشاعر علي عندما تكلم عن الضوء والظهور في الضوء أو عدم الظهور، هناك طبقة من الشعراء لا يستطيعون أن يبدعوا إلا كفر، وشعراء ظل هؤلاء لهم خصائص ولهم سمات. ليس كل شاعر يعيش في الضوء هو الشاعر الحقيقي. المتن دائما أو الظل دائما يحتوي على شعراء، على كتاب، على فلاسفة، على مبدعين أهم ممن يوجد في المتن أو ممن يوجد في الضوء. هذه نقطة. ومثلا في مدينة حلب في 3-4 شعراء مشهورين، في 400 شاعر في حلب لم ينشروا في جريدة، لم يظهروا في منبر وإلى آخره، ومتحملة 3 أو 4 بعضهم على الأقل المشهور. هذه نقطة. فليس كل من عاش في الظل هو أقل من غيره، ربما يكون أهم من غيره. وأنا أعتقد أن شعراء الظل هؤلاء يشكلون ظاهرة في الشعر العربي تستحق التحسين. الأمر الثاني أعود فيه للناقدين الجديدين. أبدأ بسعادة الدكتور عبد الحميد المحامي، فقد أثار قضايا كبيرة عندما تكلم مثلاً عن موت المؤلف. بداية أقول النص يقتل مؤلفه، لكنه يعيد صوره عبر اللغة من جديد، يحييه من جديد، يشكله من جديد. فالموت هنا موت مجازي يختفي فيه الشخص لصالح النص، يموت فيه فلان لتحيا فيه اللغة. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني سعادة الدكتور إذا سمحت لي، العناوين التي وجدت في هذا الديوان بدءا من عنوان الديوان وكثير من عناوين القصائد تشكل حالة انحراف تبتعد عن القصائد نفسها. عناوين في معظم عناوين هذه القصائد وبدءا من عنوان الديوان عناوين تقع في قلب الحداثة، والقصائد تقع في قلب التقليد. وهذه مفارقة ربما يجب أن نقف عليها ونحن نقرأ ديوان هذا الشاعر. الأمر الآخر إذا سمح لي الدكتور خليفة أن أقول، ولغة الشعر في خلق الشعر شؤون، إنها تبدع نموذجه ثم تلغيه.
ثم تبدع نموذجه ثم تلغيه، ثم تبدع نموذجه ثم تلغيه، ثم تعيده من بعد خلق خلقا آخر. ما عرضته علينا على أنه وجه من وجوه الإبداع هو وجه من وجوه التقليد الذي لا يمكن الشاعر في الحقيقة أن يعيد ثم يلغي ويعيد ثم يلغي ويعيد. كان أسيرا في هذه النماذج التقليدية التي لا تستطيع أن تخرج إلى أفق جديد. الأمر الآخر إذا تكرمت علي إلى أفق جديد. إلى أفق جديد. جديد. الأمر الآخر والأخير إذا تكرمت. النقد له جمالياته في وجهه القبيح وكنت أتمنى وقد بدأت تستعرض بعض النماذج عندما تكلمت اللغة في هذه القصيدة تقف في مساحات اللغة العامة أو اللغة المألوفة، يعني أن تتسع بجماليات الوجه القبيح للنقد لا أن تقف على ملامح. أعتقد لو أردنا أن نشرح نقديا كما يجب وبأمانة ومن غير مجاملات لقد نعم. وشكرا جزيلا. وأنا أعتذر للجميع، ولكن كي نحتفي فيما تبقى من الوقت بشاعرنا الأستاذ سليم، نتمنى أن يعني نختم بسماع بعض القصائد أو أجمل ما يريد بصوته وبأدائه. يعني هذه طلب من الجميع يعني جهارا وعلن وبالسر وبالإيماء من عاش ومثلك، طبعا عنوان القصيدة نهر الموسيقى. من عاش ومثلك حلوته فالدنيا المرة قهوته. عيناك له أم وأب لو جار الدهر وإخوته. والعمر القادم حبك لو تاهت بصباه خطوته. وبأقصى الغربة أنت له وطن لا تعرف جفوته. هل يملك نهر الموسيقى أن تظمئ قلبا غنوته؟ ويقول حبيبك أتعبني زمني وتمادت قسوته. وحبيبك يمتلك الأغلى فتباهي الأغنى ثروته. قولي لحبيبك لو كانت لي في عشاقك حظوته، أو أن دلالك حين دعا للوصل أتتني دعوته. لفجأت الدهر بغارات لا تهنأ منها غفوته. وسلبتك منه يا قمرا جمعت بعيونك نسوته. فصليني أحتمل الأدهى ويهون العمر وشقوته. لا حول لدنيانا إلا حول الهجران وقوته. جميل، شكرا جزيلا. شكرا لمادة عبد الرحمن كانوا على هذه الاحتفائية. Thank you.
3 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